في عام 1485 قام الفنان ليوناردو دافنشي بعمل رسم بياني يشرح نسب الإنسان. الرسم ببساطة هو لرجل يقف في موضعين مختلفين، مرة داخل دائرة ومرة داخل مربع، وقد أسماها ليوناردو بفيترو فيامان. ولد ليوناردو دافنشي في فلورنسا عام 1452، وفي هذا البيت الريفي الصغير قضى سنين عمره الأولى. والتحق عام 1466 بمدرسة فيروتشيو ليدرس الرسم على يد المعلم أندريا ديكيوني المشهور بفيروتشيو. نبغ ليوناردو في مهارات الرسم ونظرياته منذ البداية، وقد أتم أول لوحاته المسمات بوادي أرنو، والتي يظهر فيها المكان الذي تربى فيه عام 1473. وقد دفعت مهارته بمعلمه فيروتشيو أن يشركه في رسم لوحة تعميد المسيح التي انتهي من رسمها عام 1475، حيث قام ليوناردو برسم الملاك الذي يحمل المسيح. كان الرسم دقيقا وصادما لدرجة أن معلمه اعتزل الرسم بعدها. ثم بدأ ليوناردو بعمله المستقل، ولم يقطع علاقته مع المدرسة حتى حلول عام 1478، حيث انتقل إلى العيش مع عائلة ميديتشي، وكان يمارس عمله في ساحة كنيسة سانت مارك في فينيسيا، وتحديدا في أكاديمية نيو بلاتونيك التي أنشأتها العائلة. وفي هذه الفترة بدأ بأول أعماله المستقلة، لكن لم يتمكن من إكمال أي منها، حيث قطع العمل للسفر إلى ميلان. وكان سبب السفر هو أن ليوناردو، والذي كان قد أصبح موسيقياً فذاً، قام بصنع فيثارة على شكل رأس حصان، مما دفع لورونزو دي ميديتشي المشهور بذا ماجنيفيسنت أن يرسل ليوناردو إلى ميلان عاملاً الفيثارة كهدية لتحقيق السلام بينه وبين دوق ميلان في ذلك الوقت. لكن ليوناردو كان ذكياً، إذ قام بكتابة رسالة يشرح فيها الأمور العظيمة التي يمكن أن يقوم بها في مختلف المجالات، وأرفقها مع الفيثارة. وكانت هذه الرسالة هي سبب استقرار ليوناردو في مدينة ميلان، والتي أقام فيها حتى عام 1499. وقد رسم في هذه الفترة عدداً من اللوحات العظيمة، مثل لوحة عذراء الصخور. ولوحة العشاء الأخير، تعتبر لوحة العشاء الأخير الملهم الأول لعدد كبير من الأعمال الأدبية، مثل رواية دافنشي كود لدان براون، بالإضافة إلى قيامه بأعمال أخرى مثل تصميم قبة كاتدرائية ميلان وتمثال للدوق السابق فرانسيسكو الأول. ومع اندلاع الحرب الإيطالية الثانية عام 1499، ودخول القوات الفرنسية الغازية بقيادة لويس الثاني عشر إلى داخل المدن الإيطالية، انتقل دافنشي إلى فينيسيا ليعمل هنالك كمهندس حربي. ثم انتقل بعدها إلى فلورنسا، حيث عاد للرسم وقام برسم لوحة العذراء والطفل على 8 قطع من الكرتون وباستخدام الطبشور. ثم قام برسم خريطة لمدينة إيمولا، وقد اعتبرت هذه الخريطة عملاً نادراً وفريداً من نوعه. عاد بعدها إلى فلورنسا ليبدأ عام 1503 بالعمل على أعظم لوحاته، بل أعظم عمل فني في التاريخ البشري كاملاً.